ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الثاني عشر العلمي طيب الله أوقاتكم بالكل خير ضمن سلسلة دروس الرياضيات في مبحث الرياضيات نقدم لكم اليوم درس بعنوان التزايد والتناقص واحد يتوقع منك عزيز الطالب في هذا الموقف التعليمي أن تتعرف مفهوم التزايد والتناقص وأن تجد فترات التزايد والتناقص لإقتران معلوم فبسم الله نبدأ التعريف يكون منحنى الاقتران قاف السين المعرف في الفترة المغلقة ألف وباء حيث سين واحد وسين اثنين تنتمي لهذه الفترة أولا متزايد في الفترة المغلقة إذا تحقق الشرط عندما سين واحد أصغر من سين اثنين فإن قاف السين واحد أصغر من قاف السين اثنين ويكون متناقصا في الفترة المغلقة ألف وباء إذا تحقق الشرط عندما سين واحد أصغر من سين اثنين فإن قاف السين واحد أكبر من قاف السين اثنين، ويكون ثابتًا في هذه الفترة إذا تحقق الشرط عندما سين واحد أصغر من سين اثنين، فإن قاف السين واحد تساوي قاف السين اثنين. نوضح هذا التعريف أعزائي الطلبة من خلال المثال الآتي: الشكل أدناه يمثل منحنيات الاقترانات قاف السين وهاء السين وعين السين المعرفة في الفترة المغلقة أ آلف وباء، معتمدًا عليها قم بما يأتي. أولا حدد أي الاقترانات السابقة يكون منحناه متزايدا وأيها متناقصا وأيها ثابتا في الفترة المغلقة ألف وب ففي منحنى الاقتران قاف السين عند أخذ أي نقطتين مثل سين واحد وسين اثنين داخل الفترة المغلقة ألف وب لاحظ عزيز الطالب أن سين واحد أصغر من سين اثنين بينما صورة سين اثنين أكبر من صورة س واحد في هذا الاقتران قاف السين اثنين أكبر من قاف س واحد وهذا حسب التعريف فإن قاف السين اقتران متزايد في الفترة المغلقة ألف وباء ننتقل الآن أعزائي الطلبة إلى منحنى الاقتران هاء السين لاحظ عند أخذ أي نقطتين داخل هذا المنحنى سين واحد وسين اثنين لاحظ عزيز الطالب أن سين واحد أصغر من سين اثنين لكل سين واحد وسين اثنين ضمن الفترة المغلقة ألف بينما صورة سين اثنين في هذا الاقتران هي أصغر من صورة سين واحد فها للسين اثنين أصغر منها للسين واحد وهذا كما تعلمناه في التعريف السابق فإن هذا للسين اقتران متناقص على الفترة المغلقة ألف وباء وبالتالي نكون قد بينا العلاقة بين المنحنى الاقتران والتعريف ننتقل الآن إلى الاقتران عين السين لاحظ عند أخذ أي نقطتين ضمن الفترة المغلقة ألف وباء سين واحد وسين اثنين فإن سين اثنين أو سين واحد أصغر من سين اثنين لكل سين واحد وسين اثنين تنتمي للفترة المغلقة ألف وباء بينما عين للسين اثنين تساوي عين للسين واحد وهذا حسب التعريف فإن عين السين يكون اقتران ثابت في الفتره المغلقه ألف ا وبا. وبالتالي نكون قد بينا العلاقه بين تعريف التزايد والتناقص والتمثيل البياني للاقترانات ننتقل الان اعزائي الطلبه الى المطلوب الثاني في المثال ما العلاقه بين فترات التزايد والتناقص واشاره المشتقه الاولى للاقتران يعني المطلوب الثاني نريد تحديد العلاقة بين منحنيات الاقترانات والتزايد والتناقص وإشارة المشتقة الأولى فلو أتينا إلى تمثيل البيان لمنحنى الاقتران قاف السين لاستنتاج العلاقة بين التزايد والمشتقة الأولى فعند رسم مماسات لمنحنى الاقتران قاف السين في الفترة المفتوحة من ألف لباء لاحظ أن المماس عند النقطة ج يصنع زاوية حادة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. وأيضا عند رسم مماس عند النقطة د، أيضا المماس عند النقطة د يصنع زاوية حادة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. وعند رسم أي مماس داخل الفترة المفتوحة من ألف لباء، فإنه يصنع زاوية حادة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. إذا أول شغلة المماسات تصنع زاوية حادة مع الاتجاه الموجب لمحور وبالتالي فإن ظل الزاوية لو سمينا الزاوية ها يكون موجبا في هذه الفترة وبالتالي فإن إشارة ثلاث إشارة ميل المماس تكون موجبة وكما تعلمنا سابقا في التطبيقات الهندسية فإن أربعة ميل المماس هو المشتقة الأولى لإحداث السين لنقطة التماس فإن قاف الفتحة للسين تكون أكبر من صفر في هذه الفترة وبالتالي نستنتج أن الاقتران قاف السين اقتران متزايد في الفترة المغلقة ألف وباء إذن نستنتج أعزائي الطلبة أن الاقتران يكون منحناه متزايدا في الفترة المغلقة من ألف لباء إذا كانت المشتقة الأولى أكبر من صفر في الفترة المفتوحة ألف لبا ننتقل الآن أعزائي الطلبة إلى المثال اثنين أو إلى الجزء الثاني من المثال لمنحنى الاقتران هاء السين فعند رسم مماس لمنحنى الاقتران هاء السين عند النقطة ج لاحظ أن المماسات تصنع زوايا المماس يصنع زاوية منفرجة مع الاتجاه الموجب للمحور سينات ولتكن الزاوية وأيضا لو رسمنا مماس عند النقطة د لاحظ أن المماس أيضا يصنع زاوية منفرجة ولو رسمنا أي مماس داخل الفترة المفتوحة من ألف لباء فجميعها تصنع زوايا منفرجة وبالتالي فإن واحد المماسات تصنع زوايا منفرجة وبالتالي فإن ظل الزاوية يكون سالب لأن الزاوية في ظلها يكون بالسالب، وبالتالي فإن إشارة الميل تكون سالبة، وبالتالي فإن الميل يساوي المشتقة الأولى لمنحنى الاقتران هذه الفتحة للسين وتكون أصغر من صفر في الفترة المفتوحة من ألف لباء، إذا يكون منحنى الاقتران هاء السين متناقص في الفترة المغلقة من ألف لباء إذا نستنتج أعزائي الطلب من الجزئي الثاني أن منحنى الاقتران يكون متناقصا على الفترة المغلقة من ألف لباء إذا كانت المشتقة الأولى للاقتران في هذه الفترة المفتوحة تكون أصغر من صفر الجزء الأخير في هذا المثال لمنحنى الاقتران عين السين لاحظ عزيزي الطالب عند رسم مماس لمنحنى الاقتران عين السين في الفترة من ألف لباء فإن المماس يكون أفقيا موازي لمحور السينات وبالتالي فإن الميل يساوي صفر كما تعلمنا سابقا وبالتالي فإن عين الفتحة للسين تساوي صفر لكل سين تنتمي للفترة المفتوحة من ألف لباء وبالتالي بما انه المشتقه صفر اذا عين السين اقتران ثابت في الفتره المغلقه من الف لبا وبالتالي اعزائي الطلبه نكون قد استنتجنا من هذا المثال العلاقه بين تعريف التزايد والتناقص والتمثيل بين لمنحنيات الاقترانات والعلاقه بين التزايد والتناقص والمشتقه الاولى لهذه الاقترانات ننتقل الان اعزائي الطلبه إلى العلاقة بين التزايد والتناقص باستخدام اختبار المشتقة الأولى يعني ملخص للخطوات التي تعلمناها سابقا نظري إذا كان قاف السين اقترانا متصلا في الفترة المغلقة ألف وباء وقابل للاشتقاق في الفترة المفتوحة ألف وباء فإن منحنى الاقتران قاف السين يكون متزايدا في الفترة المغلقة ألف وباء إذا كانت المشتقة الأولى أكبر من صفر في الفترة المفتوحة ألف وباء والاقتران قاف يكون متناقصا في الفترة المغلقة ألف وباء إذا كانت قاف فتحة للسين أصغر من صفر لكل سين في الفترة المفتوحة ألف ب) وأيضا الاقتران قاف يكون ثابتا في الفترة المغلقة ألف إذا كانت قاف الفتحة للسين تساوي صفر لكل سين تنتمي للفترة المفتوحة ألف ب) الآن نأخذ أمثلة توضيحية لهذه القاعدة أو لهذه النظرية مثال الأول حدد فترات التزايد والتناقص لمنحنى الإقتران قاف السين يساوي ثلاثة سين تربيع ناقص سين تكعيب حيث سين تنتمي للفترة المغلقة من سالب 2 إلى 5 الحل أول خطوات التزايد والتناقص هي تحديد المجال إن لم يكن معروف والخطوة الثانية البحث في الاتصال والخطوة الثالثة إيجاد المشتقة الأولى للإقتران والبحث في إشارتها لاحظ أن المجال محدد من سالب 2 إلى 5 وأن نوع الاقتران هو اقتران كثير حدود من الدرجة الثالثة إذا قاف السين اقتران متصل على الفترة المغلقة من سالب اثنين إلى خمسة وأيضا قاف السين قابل للاشتقاق على الفترة المفتوحة من سالب اثنين إلى خمسة لأنه كثير حدود قاف الفتحة للسين تساوي ست سين ناقص ثلاثي سين تربيع نجعلها تساوي صفر بإخراج ثلاثي سين عامل مشترك يصبح اثنين ناقص سين تساوي صفر ومنها إما سين تساوي صفر أو سين تساوي اثنين نرسم خط الأعداد لتحديد الإشارة سالب اثنين والمشتقة عندها غير موجودة والخمسة المشتقة عندها غير موجودة لأنها نقاط طرفية ونحدد قيم س التي عندها المشتقة صفر وهي صفر واثنين س وقاف الفتحة للسين سلوك الاقتران بما أن الاقتران تربيعي فإن الإشارة بين الجذرين بين الصفر والاثنين تكون عكس إشارة معامل سين تربيع أي بين الجذرين موجب وعلى الأطراف سالب إذا سلوك الاقتران يكون الاقتران من سالب اثنين لغاية الصفر متناقص ومن صفر لغاية الاثنين متزايد ومن الاثنين لغاية الخمسة متناقص فترات التزايد والتناقص قاف آه السين اقتران متناقص في فترتين الفترة الأولى لكل سين تنتمي للفترة مغلقة من السالب اثنين لغاية صفر والفترة الثانية من الاثنين للخمسة قاف السين اقتران متزايد لكل سين تنتمي للفترة المغلقة من صفر لاثنين وبالتالي عزيزي الطالب نكون قد أوجدنا في هذا المثال فترات التزايد والتناقص لاقتران كثير حدود. ننتقل الآن إلى المثال الثاني ضمن درس التزايد والتناقص واحد. حدد فترات التزايد والتناقص لمنحنى الاقتران قاف س يساوي س تربيع زائد 3 على س ناقص 1. لاحظ عزيزي الطالب في هذا المثال أن المجال غير محدد فيجب علينا أولا تحديد المجال. لاحظ أن الاقتران هو اقتران النسبي، فمجال الاقتران النسبي كما تعلمت سابقا هو مجموع جميع الأعداد الحقيقية ما عدا أصفار المقام. فلاحظ أن صفر المقام صفر المقام هو س ناقص واحد تساوي صفر ومنها س تساوي واحد. إذا المجال مجال قاف السين هو مجموع جميع الأعداد الحقيقية ما عدا صفر المقام وهو واحد، وأيضًا قاف السين اقتران متصل على مجاله؛ لأنه اقتران نسبي. الخطوة التالية هي إيجاد مشتقة الاقتران، قاف الفتحة للسين تساوي حسب قاعدة القسم. المقام س ناقص واحد ضرب مشتقة البسط مشتقة البسط وهي اثنين س ناقص البسط س تربيع زائد ثلاث ضرب مشتقة المقام وهي واحد على المقام تربيع س ناقص واحد تربيع ترتيب قاعدة المشتقة قاف الفتحة للسين تساوي بتوزيع اثنين سين على القوس اثنين س تربيع ناقص اثنين س ناقص س تربيع ناقص ثلاث على س ناقص واحد الكل تربيع. وبالتالي تصبح اثنين س تربيع ناقص س تربيع س تربيع ناقص اثنين س ناقص ثلاث على س ناقص واحد الكل تربيع. قاف الفتحة للسين. نجعلها تساوي صفر. وبالضرب التبادلي يصبح لدينا س تربيع ناقص اثنين س ناقص ثلاث تساوي صفر. وبتحليل العبارة التربيعية س ناقص ثلاث في س زائد واحد تساوي صفر، ومنها إما س تساوي ثلاث وإما س تساوي سالب واحد. نمثل إشارة قاف فتحة للسين على خط الأعداد. لاحظ أن المجال هو عبارة عن مجموعة جميع الأعداد الحقيقية ما عدا الواحد، إذا المشتقة عند الواحد هنا غير موجودة. ونمثل قيم قاف فتحة للسين اللي هي س تساوي ثلاث وس تساوي سالب واحد على خط الأعداد، هي ثلاث والمشتقة عندها صفر، والسالب واحد والمشتقة عندها صفر، سين قاف الفتحة للسين سلوك قاف السين. لاحظ أيضا أن المقام هو اقتران مربع كامل أو قوس تربيع فجميعه موجب والبسط هو اقتران تربيعي فتكون الإشارة بين الجذرين بين السالب واحد والثلاثة عكس إشارة معامل سين تربيع موجب إذا الإشارة هنا بالسالب والإشارة هنا بالموجب لاحظ أن الاقتران عزيز الطالب من السالب ما لا لغاية السالب واحد متزايد ومن السالب واحد لغاية الواحد متناقص ومن الواحد لغاية الثلاث متناقص ومن ثلاث إلى المال نهائي متزايد. إذن قاف السين متزايد في لكل سين تنتمي للفترة من سالب المالا نهائي لغاية السالب واحد، والفترة من الثلاث لغاية المالا نهائي. وقاف السين متناقص لكل سين تنتمي للفترة. مغلقة من سالب واحد لغاية الواحد مفتوحة لأنها خارج المجال وأيضا من الواحد لغاية الثلاث وفي نهاية هذا المثال أعزائي الطلبة نكون قد أوجدنا فترات التزايد والتناقص لإقتران نسبي وفي نهاية هذا الموقف التعليمي أعزائي الطلبة لا بد أن يكون هناك مهمة تعليمية يجب عليك القيام بها للتأكيد على معلوماتك التي تعلمتها في هذا الموقف والمهمة هي حدد فترات التزايد والتناقص لمنحنى الاقتران قاف السين في الحالات الآتية: الأول: قاف السين تساوي سين تربيع ناقص اثنين لوغاريتم سين للأساس ها، حيث سين تنتمي للفترة مفتوحة من الصفر لغاية الخمسة مغلقة، قاف السين تساوي سين زائد جيب تربيع السين، حيث سين تنتمي للفترة المغلقة صفر وباي، وفرع ج، قاف السين تساوي الجذر التربيع إلى سين تربيع ناقص اثنين سين زائد واحد لكل سين تنتمي إلى ها. وفي نهايه هذا الموقف التعليمي اعزائي الطلبه نلقاكم ان شاء الله في موقف تعليمي اخر الا وهو التزايد والتناقص اثنين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمتم بالف خير